أهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقاتنا، تفاعلا مع الحملة المغرضة ضد الدكتور الفايد. وبداية هذه الحلقة غادي نعطي مجموعة من التوضيحات عن الطب البديل باش نفهموا أصل القضية وجذورها قبل ما نوصل عند القضية ديال الدكتور محمد الفايد بين المؤيدين والمعارضين. في بلد بحال كوريا الجنوبية يشكل الطب البديل النواة الأساسية للصحة في البلاد، أو أن الطب بالأعشاب هو العمود الفقري والمركزي للصحة في كوريا الجنوبية. علاش؟ 82% من الشعب الكوري الجنوبي يقتني أدويته من صيدليات الطب البديل المنظمة بشكل كبير جدا. ما كاينش تخربيق، منظمة بواحد الشكل كبير جدا، وأي واحد منا يقدر يعني يشاهد مجموعة من الأشرطة الوثائقية حول صيدليات الطب البديل في كوريا الجنوبية، ويعني سينتابه نوع من الاستغراب ومن الدهشة على القدرة التنظيمية لهذه الصيدليات، وكيف يعني تنظم هذه الأعشاب بطريقة جميلة وأنيقة، ويعني كتجعل أي واحد أنه يقتني هذه الأدوية، في حين أن المستشفيات يعني كتبقى خاوية، والأسرة كتبقى خاوية ديال المستشفيات، ولا يتم اللجوء إليها إلا في الضروريات القصوى. ماشي بحال عندنا حنايا، المستشفيات عامرين والطب البديل يعني ما عندوش فعالية كبيرة. إذن تتأثر هذه الأدوية، يعني الأدوية ديال الطب البديل والطب ديال الأعشاب، فعلقتها أولا أنها مجربة ومحلية، محلية الصنع، وعطات فعالية كبيرة عبر التاريخ وفعالية قصوى في العديد من الأمراض. ثانيا، هذه الأدوية طبيعية، أركز على كلمة طبيعية ماشي كيماوية، ولا تؤثر كثيرا عن الجسد. ثالثا، هذه الأدوية رخيصة وفي متناول الجميع، زائد مسألة القرب، وزائد أنها مجربة. إذن من هاد التوطئة هذه، ولا من هاد المقدمة، غادي ندخل للمغرب. في المغرب وكل شيء كيعرف، راه صراع كبير بين التداوي بالأعشاب والطب البديل والوقاية، وبين طرف ثاني يحتكر صناعة الأدوية الكيماوية ويفرضها بأثمنة غالية كتهلك جيوب المواطنين المغاربة. فهذا الصدد، ولا من هذه النقطة، يمكن أن نتحدث على قناة الدكتور محمد الفايد، وعلى الجماهيرية ديالته، وعلى التواصل دياله، وعلى الآراء دياله، وعلى الملاحظات دياله، وكذلك على الوصفات التي يقدمها، أو في كثير من الأحيان على الوقاية التي يقدمها، ومن هنا كتجي هذيك الشعبية الكبيرة ديالته. علاش؟ لأن الرجل ينطلق وملم من تاريخ المغرب، وكيف قاوم المغاربة العديد من الأمراض المعروفة بأعشاب طبية. أقول السيد راه ملم بزاف بتاريخ المغرب، وكيف قاوم العديد من المغاربة العديد من الأمراض المعروفة بأعشاب طبية كانت عندها فعالية كبيرة، وبأعشاب محلية، وأقول بأعشاب محلية، مبتعدين عن مخاطر الأدوية الكيماوية. دكتور محمد الفايد كيعرف مزيان أنه قاس الجرح،
أنه لمس الجرح وعرف مكمن الخطر، وكيقيس هاد الشركات المتوغلة في هاد الصناعات ديال الأدوية وفي الأرباح اللي كتحقق بالملايير. وهاد الشركات من طبيعة الحال كتخاف أن يتحول المغرب ومعه المغاربة إلى وجهة للطب البديل وللسياحة الطبية البديلة بحال كوريا. علاش؟ لأن المغرب عنده ميزة أساسية، مناخ متنوع في المغرب، حار في الجنوب، معتدل في الوسط، بارد في الشمال، محيط مناخي يعني على مقربة من المحيط الأطلسي. يعني هنا هذا المناخ المتنوع اش كيعطي؟ تنوع في الأعشاب، وهذا التنوع في الأعشاب يعطينا تنوع في الأعشاب الطبية. وبزاف ديال المغاربة عندهم دراية وعندهم خبرة في هذا المجال، فقط خاص التنظيم باش نوصلوا للمستوى ديال كوريا الجنوبية. إذن الحملة على الدكتور محمد الفاي ماشي على عليه شخصيا، ولكنها حملة على الأفكار التي يحملها وعلى التنبؤات التي يمنحها أو على المؤشر الذي يعطيه بأن المغاربة باستطاعتهم التداوي بالأعشاب شريطة أن تكون على يعني درجة كبيرة من العلمية أو من العلم، وعلى درجة كبيرة من التنظيم، وأن نستعملها بالقياس الذي يمكن أن يأتي به الفائدة. الحملة ماشي حملة عليه، ولكن حملة على الأفكار ديالها، على الأفكار دياله، وحملة كذلك لكل من يدعو من المغاربة إلى الطب البديل، إلى الطب البديل. وهناك خلط كبير بين التداوي بالأعشاب وبين الأشكال يعني في هذا الجانب هذا، ويتم ربطها بالطب البديل، لأن الدعوة صريحة هذا الطب البديل أو تداوي بالأعشاب يدعو إلى الاستغناء عن الأدوية، عن الأدوية الكيماوية. نقطة أخرى، الدكتور محمد الفايد يقول أن فعالية بعض الأعشاب الطبية عندها القدرة الكبيرة في علاج مجموعة من الأمراض، نظرا لأن المغاربة والتاريخ ديال المغرب جربوها المغاربة ملايين المرات وأعطت فعالية. وسيدي يقول لماذا لا نلجأ إلى هذه الصيدليات أو إلى هذه هذه الأدوية الكيماوية، ونحن لدينا فرصة أن نقتني هذه الأدوية بثمن بسيط جدا وأنها في المتناول. من طبيعة الحال السيد يضيف إليها خبرته العلمية الكبيرة، خبرة علمية كبيرة سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، مما يمنحه فعالية كبرى، وهذا ما يقلق هذه الشركات وما يقلق هذه اللوبيات التي تريد أن تقول للمغاربة أن الطب الكيماوي هو الطب الذي لا مفر منه، وهذا خطأ فادح. وفي التجربة الكورية أثبت الطب بالتداوي بالأعشاب فعالية كبيرة، ويمكن لأي واحد أنه يمكن يبحث على هذا الأمر، وغادي يكتشف بأن هناك يعني الكثير من 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 تزييف الحقائق ومن التضليل، حتى يظل المغاربة مقتنعين بفكرة أن الطب الكيماوي هو الطب الذي لا مفر منه. ومن هنا بطبيعة الحال كتجي هذه المتابعات الكبيرة على قناة محمد الفايد باليوتيوب، لأنه بصريح العبارة المواطنين المغاربة الفقراء ومن الطبقة الوسطى أو المتوسطة وكذلك من الأغنياء ما بقاوش كيتيقوا في الطب الكيماوي أو الأدوية ديال الطب الكيماوي. والدليل على هذا في إسبانيا الدواء ديال الراس كانت وحدة كتكفي بالغرائز،
دابا 10 ديال الحبات يمكن تناولها بحال تعطي الفعاليه ديال حبه واحده. ومن هنا كيبان لك بان هناك نوع من من من, من الترافيك ونوع من من من, من يعني ان هذا الشيء مخلط وما لا يعطي الفعاليه. هذه حسب اطباء اسبان قاموا او حسب مختبرات اسبانيا عندها المصداقيه قامت بهذا العمل وبهذه المقارنه. النقطه الاساسيه ان التداوي بالاعشاب وبشكل منظم، واقول بشكل منظم وبشكل جيد رخيص وعنده الفعاليه ولا يؤثر كذلك لا على جيوب المغاربه ولا على صحتهم ولا على اجسادهم. نتمنى انني كنت وصلت للب ديال الموضوع بان المشكله ماشي في محمد الدكتور محمد الفاي، اي انسان اخر له نفس الافكار ويدعو الى نفس هذه الافكار ويعطي هذه المقارنات ويتجه كذلك الى السنة النبوية وإلى التاريخ وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط والتداوي بالأعشاب سيلقى محاربة كبيرة جدا من طرف هذه اللوبيات. إلى هنا أتي على نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.